أيمن برقوق اللاعب المغربي اللي عنده مهارات كبيرة جدا، بسم الله ما شاء الله عليه. طلبتم مني أن نسلطوا عليه الضوء، يلا نشوفوا أجمل لقطات وأبرز لقطاته. وقبل لا ننطلق بهذا الفيديو، هذا الفيديو برعاية شركة وان إكس بات للتوقعات الرياضية. غدا إن شاء الله راح تكون مباراة تصفيات بين المنتخب المغربي والمنتخب السوداني، مباراة كبيرة ينتظرها عشاق كرة القدم. بإمكانك أنك تربح فلوس بمجرد توقعك لمن سيفوز في هذه المباراة. ما عليك إلا التسجيل في وان إكس بات والبرومو كود هو زين، وراح تربح بفضل برومو كود 130 دولار. وإذا سجلت لوحدك يعني ما راحش تربح 30 دولار. رابط وان اكس بات موجود في الديسكريبشن بوكس في اول تعليق. او لاعب ايمن برقوق، اعزائي المشاهدين، اللاعب اللي عنده مهارات كبيره جدا، لاعب يعني انا نقول باللي المنتخب المغربي بسم الله ما شاء الله عليه عنده اسماء كبيره في ناحيه المناوغات. سفيان بوفال، عادل طارات، ايمن برقوق. شوف شوف شوف، بين ثلاث لاعبين قام باسقاط لاعبين بشكل عادي، يعني اريحيه تامه ومطلقه. ايمن برقوق عنده لقطه ممتازه، التمريره في العمق والاروع، هيل 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 هيل. شوف هنا يمر يعني يلعب بالقدمين، هذه أول حاجة مع المنتخب المغربي. يشوف الانطلاقة السريعة تاعو، يستقبل الكرة هنا، يحاول أيمن، أيمن أيمن ممتاز، أيمن يعطي أسيست. شوف يعني هذا عادل طارات اللي عنده الكرة، صح؟ عادل طارات اللي عنده الكرة، لا أيمن برقوق هو اللي قام ببناء الهجمة. أوكي هنا مع الناديه، شوف 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 برقوق يضعها داخل الشباك. كنترول كان ممتاز بين ثلاثة مدافعين، يضعها داخل الشباك بدون أي إشكال وبدون أي مشكل. شوف الاسترجاع هنا، فياد غالي افريقيا يراوغ، حكيم زياش هنا، حكيم زياش يعطي له كره ولا اسيست، اسيست اسيست حطه مليمتر. هذه المباراه شاهدتها انا اعزائي المشاهدين، لما يلعب المنتخب المغربي في ادغال افريقيا، وحتى اللاعبين الاوروبيين يعني واللاعبين اللي محترفين في اوروبا لما يلعبوا في ادغال افريقيا تبان مهاراتهم وتبان يعني الامكانيات اللي بامكانهم انهم يضيفوها لمنتخباتهم. هاي كره هنا، شوف طريقه التمرير، شوف زين الدين زيدان وما مررش مثله يعني، خلاص بدون مبالغه. المهم بسم الله ما شاء الله عليك. شوف ايمن ممتاز، كنترول وتحكم في الكره وكانه يلعب يعني في الاحياء، هايلة. شوف مهما كانت الكره كبيره، ايمن برقوق هنا محاوله المرور، يا رباه هي لاعب بيروغ ويطيح. اوكي يلا ايمن، ايمن هنا يحاول يغطي كرته كما يجب وكما يشاء. ايمن برقوق ممتاز، هاي الكره هنا عند ايمن، ايمن ممتاز، المراوغات يعاود يرجع للخلف، كنترولات يا 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 يا. شوف المراوغه هذه نعاود نشوفوها اعزائي المشاهدين، شوف ستيب تاع كنترول طب بين ثلاث لاعبين عادي، ويعطي كره وتمريره براسه، والله نعاود نشوفوها اخوتي اخر مره، طب والتمريره براسه. اللي يحب كرة القدم الأنيقة يعلق لي في الأسفل، خطأ هنا. كرة القدم الأنيقة لما تلعب بنقاوة وصفاوة صفاء يعني هذاك هو الشيء المهم والأهم. أيمن برقوق هنا يعطي الكرات، يمرر، يدير اسيستات، يراوغ، يبني، يصنع، يسجل، يقوم بكل شيء. شوف كيفاش استرجع الكره هنا، يعني جاء الى منطقه دفاع الخصم واسترجع الكره من منطقه دفاع الخصم واعطى اسيست، ممكن حتى هذاك الاسيست والكره اللي استرجعها سجل بها هدف. يعني لاعب لازم يكون كبير في عقله وفي عقليته باش يروح ينحي الكره بهذه الطريقه من دفاع الفريق الخصم. ممتاز الاسيست، ايمن برقوق ممتاز، الكره في العمق والحارس في المكان المناسب. ايمن 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 ايمن، هيل الكره والتوزيع ممتازه وعادل. لا 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 لا، حكيم زياش هذاك اللي ضربها، حكيم زياش اصطدمت باليوسف العربي، يوسف العربي ايضا لاعب كبير اعزائي المشاهدين، لاعب كبير. شوف 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 شوف، ممتاز هذا اللاعب، هايل 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 هايل، امكانياته كبيره صراحه. ايمن برقوق انا اللاعب نعرفه من قبل، يعني نعرفه عارف باللي لاعب يعني يلعب في اوروبا، ونسمع يعني باسمه ايمن برقوق. وصراحه يعني لما جاء المنتخب المغربي شفناه الانترفيو تاعو مع المنتخب المغربي، يتكلم باللغه العربيه الى اخره، هاو مع المنتخب المغربي هنا، بسم الله ما شاء الله عليه بطبيعه الحال. شوف الكره كيف عطاها له يا حبيبي، شوف الكره كيفاش عطاها له، تمريره هنا، شوف 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 شوف، وراء الكل والجميع، وراء الصغير والكبير، وراء الخبير والجديد. هيل الكره داخل الشباك، اسيست عالمي وراسيه ايضا جميله، ممتازه الكره هنا، هيل الكره هنا ممتازه، التسديده بارادو الاروع من الحارس، والتسديده كانت جميله جدا من ايمن، ايمن 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 هنا من ناحيه اليسرى، يحاول المرور للتوغل، ايمن ايمن برقوق، ايمن يراوغ الاول، ايمن يراوغ الثاني، ايمن يسدد كره مره جانبيه. ايمن برقوق لاعب مهاري، امكانياته كبيره وعنده ما يقوله في كره القدم، وفوق هذا كله مازال عنده البيبان مفتوحه للابداع مع المنتخب المغربي ولا مع النادي ولا الانديه الاوروبيه. شوف الكنترول كيف كان والتسديده والحارس في المكان المناسب. ايمن برقوق، برقوق احنا عندنا البرقوق يعني هي فاكهه من الفواكه، فاكهه البرقوق، لكن هذه باللغه العاميه. هاي ايمن شوف يسترجع الكرات، هذا اللاعب يعني صراحة شوف وين يرجع، يرجع إلى منطقة الدفاع يقوم بكل شيء، هذا مكان
ظهير الأيمن، يقوم باسترجاع الكرة وينطلق بالكرة من جديد، يقوم باسترجاع الكرة من اليمنى اليسرى، ما عندوش إشكال عادي، يذهب إلى كل مكان. شوفوا الانطلاقة السريعة مع يوسف العربي، هاي كرة ناضي ده منتخب الكونغو هذا صح؟ لا 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 لا، التدخل والتدخل بدون خطأ، الحكم يقول له اللعب. شوف الاسترجاعات تاعو، يعني لاعب يدافع ويهاجم بسم الله ما شاء الله عليه. شوف يعني الكرة لما تكون عند الخصم تاع أيمن برطوق عند احتمال ونسبة كبيرة جدا أنا راح أضيع. هاي كرة هنا، كرة شوف الاسترجاع، هذه كرات اللي نحبها أنا، لما تكون كرة هجمة مرتدة الدفاع يقوم باستماتة، حتى المهاجمين يولوا مدافعين. هاي كرة في العمق والدفاع يتدخل. أيمن برقوق تمريرة في العمق ممتازة، يعني عنده العديد من اللقطات الجميلة اللي خلات أيمن برقوق يكون لاعب مميز وليس باللاعب يعني اللي عادي، لأنه يقوم بالإضافات. شوف إضافة يعني دفاعية، إضافة هجومية، وإضافة وسط الميدان، تجدها كلها مجموعة في لاعب واحد، وهذا الأمر الذي لن تجده في كل اللاعبين. لاعب اللي باش يكون بهذه الطريقة لازم يكون موهوب، لازم يكون يحب كرة القدم، ولازم يكون يخدم يعني باش يوصل لهذا المستوى وهذا الليفل. شوف الكنترول هنا، التغطية والعودة إلى الخلف، النظرة في الميدان كاينة، والكرات يتحكم فيها كما يجب، ويلعب على الضفة اليمنى ولا الضفة اليسرى حتى في وسط الميدان، يعني ما عندوش إشكال يكون وراء خط الملعب ولا وراه اللاعب كرة قدم آخر. كرة ممتازة في العمق، هاي كرة هنا بينية ممتازة في العمق، هاي لعبت من طرفها، واللاعب مانديل لاعب أيضا كبير، لاعب مانديل يعني لاعب ظاهر أيسر المنتخب المغربي، عنده ما يقوله في كل المباريات، عنده مستواه يستمر بالتطور بعد كل مباراة يلعبها. هاي اللي هنا ممتازة التمريرة، هاي اللي في العمق كما يجب عند اللاعب مبارك بوسوفا. لاعبي المنتخب المغربي صراحة يعني عندهم أسماء كبيرة، يعني على مر التاريخ لما قلت مبارك بوسوفا صراحة ذكرت أيام كان يلعبها مبارك بوسوفا مع نادي أندرلخت، كان يصنع التاريخ في كرة القدم مع نادي أندرلخت. هاي كرة هنا ممتازة، الكنترول ومحاولة المرور والتوزيع ممتازة، الأسيست ميليمتري، ووصلت الكرة عند المهاجم ولكن الدفاع دخل. هنا في الدوري الألماني ضد نادي بايرن ميونخ كما تشاهدون، أسيست كان ولا أروع، ولكن المهاجم لم يعرف التعامل مع الكرة. هاي كرة هنا ممتازة عند حكيم زياش، التسديدة ممتاز، حارس المرمى، كراته بطبيعة الحال وتمريراته محكمة ومتقنة كما تشاهدون هنا عند مبارك بوسوفا، التمريرة طالو من الليمترية، والكرة هنا البينية أيضا. في الأخير أعزائي المشاهدين، كان هذا اللاعب أيمن برقوق كما شاهدتموه يعني إمكانياته مهارات كبيرة. لاعب طلبتوا مني العديد من الرسائل وصلوني على اللاعب أيمن برقوق، لذلك أي فيديو ولا أي لاعب ولا أي يعني مباراة تريدون يعني شاهدها ونعلق عليها تواصلوا معي في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في الإيميل الموجود في الديسكريبشن بوكس. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله، خلتي تسترجع ضغط على زر اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، peace.